صحيفة ذا صن البريطانية قالت إن 2 من المتهمات بالاعتداء على فتاة مصرية والتسبب بمقتلها في وقت لاحق حصلتا على حكم وصف بالمخفف أمام المحكمة على الرغم من إدانتهما. في غضون ذلك حكم على متهمة أخرى تبلغ من العمر 20 عاماً بأن تقضي 8 أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم.